بيكم وبالحاضرين اللي معنا في الاستوديو. يعيشك يا غالي، بطيط علينا شويه اليوم ما يسالش سيدي كيفاش يقولها، كيفاش يقول الفرنساوي، بلو تار كو جامي، بلو تار كو جامي، خاطر بصراحه بلو تار كو جامي بالضبط. على خاطر بصراحه موضوع كما هذا ما نحبش ناجل. شفت الفقره اللي حكينا فيها الجمعه اللي فاتت، ماذا بيا ما ناجلهاش بصراحه، لانه الحمد لله لاقي تفاعل، ونحبوا ديما من المنبر نتاعنا انه نحكيوا فيها دائما ودائما وابدا، اللي هي القضيه الام، اللي هي القضيه الفلسطينيه. باه محمد علي، شنو عندك؟ شكرا اشرف مره اخرى، شكرا اذاعه كابا فيم مره اخرى. روبريك القضية الأم، القضية الفلسطينية، كما قلنا جمعة اللي فاتت باش تولي روبريك قارة. كل أسبوع باش نحكيه صحيح على المستجدات، صحيح على التطورات اللي صارت واللي تصير كل يوم وكل ساعة. وزادة باش نحاولوا من منبر الإعلامي هذية نلعبوا دورنا كشباب فاعل، كإعلاميين، حتى كان مبتدئين كذا، مثالش احنا باللي نقدروا عليه نحاولوا نوصلوا صوتنا، نحاولوا نقوموا بالواجب نتاعنا، ونحاولوا نوعيوا ونذكروا الناس خاصة. واضح، على شنو باش نحكيوا؟ بون، الفقرة اليوم اشرف باش نقسموها على دو بارتي، باش نبداو من الاول باش نحكيوا على المستجدات والتطورات اللي صارت واللي نصور العباد الكل في بالها بها، والفقرة الثانية باش نحكيوا احنا كشباب، احنا كمجتمع، احنا كتوانسة وكعرب، رغم اللي الحقيقة بديت ساعات نحشم كي نقول عربي خاطر نشوف في حاجات ما تشرفش الحقيقة. وشنو نجمو نعملو، شنو نجمو نعملو أكثر، كيفاش نجمو نتحركو، كيفاش نجمو نقاومو من المنبر هذايا من بلاصتنا احنا، كيفاش نجمو نساندو، كيفاش نجمو نوصلو صوتنا ونعاونو باللي نقدروا عليه. باهي، نبداو بالبارتي الاولى واخر المستجدات تجاه القضية الفلسطينية. اخر المستجدات اشرف، كما نصور كما سمعنا الناس الكل، نهار الاحد، نهار الاثنين الفجر قمنا على فاجعة اللي هي القصف العشوائي والحيواني، سمحني في الكلمة، اللي صار على مخيم في رفح، واللي كانت معناها مجزرة بأتم معنى الكلمة، كانت محرقة، هولوكوست. الهولوكوست والمحرقة اللي كانوا يتجدقوا بها، مش نقول يهود خاطر فما يهود باهين، مش نقول الصهاينة خاطر حتى فما يهود من أصلهم، يعني حتى ساكنين في إسرائيل ولو ضد اللي تعمل فيه الحكومة الإسرائيلية، لأنها ما عندهاش حتى علاقة، خاطر اللي قاعدين يعملوا فيه لا 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 هو تابع على دين، حتى دين ولا حتى ملة، ما هو تابع حتى شيء، ما تكون متنجم تكون كان أعمال شيطانية حتى حيوانية. لا زاد، لا الحيوان، سامحني مع كل احترامي للحيوان، الحيوان راهو عنده ذرة متاع عطف ويحس، وكان تشوف حتى فما برشا تصاور يعرضونا، معناها تحس الحيوان يعطف على اخوه الحيوان. ايوه، باش تعرف اللي قاعدين يعملوا فيه. فما حتى المفترس يعطف ساعات على الضحيه، يعني الضحية. نفكر حتى تصويره مره فما اسد عطف على غزيله صغيره بيبي، ما اصطاديش، ما كلاهيش، هذايا حيوان، ملا هذوكم شنو يتسميو؟ هذا ما عندوش حتى علاقه، ما عندهم حتى علاقه بالكائنات الحيه، ما تنجمش تكون كان حاجات شيطانيه يعملوا فيها، حاجات اجراميه، الى يومنا هذا ما تحاسبوش، الى يومنا هذا ما صدرتش في حقهم بطاقات اعتقال او بطاقات جلب او احكام قضائيه واضحه وصريحه، حد الى يومنا هذا ما تجرأ حد باش ينعتهم بالوصف الصحيح عليهم، بلي هما مجرمي حرب، بلي هما مجرمي حرب، بلي هما فاتوا اللي كان يعمل فيه هتلر في الحرب العالميه الاولى والثانيه، كيفاش المحرقه اللي صارت والمحرقه اللي عملوا لنا عليها توتون بروباغاند، عن بروباغاندا كبيره خدموا عليها وسيطروا على العالم بها، واكتسبوا عطف العالم من الاوروبيين الامريكان، حتى العرب ديرنييرمون اللي وصلوا برشا بلدان عربيه ديرنييرمون قاعده تطبع مع الكيان الصهيوني اللي هذيا ما فهمتش انا شنو حاجات ساعات ما نلقاو لهمش تفسير خويا اشرف. من هيك كما نقولوا، من الجهه الاخرى تلقى الدول الاوروبيه تعترف بدوله فلسطين وعاصمتها القدس، في حين انه احنا لهنا
نطبعوا مع الكيان الصهيوني واحنا ندعيهم من المنبر هذا الى تجريم التطبيع الى 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 الصد كل ما هو ما له علاقه بالكيان الصهيوني الغاشم المجرم. هذاك اقل ما نجمو نعملو. بون هذه من الحاجات نحاولوا نحكيوا عليهم في البارتي الثانيه. نحبوا نركزوا اكثر ونحبوا نفكروا الناس ونوعيوا الناس ومعناها ونقولوا للناس اللي مازالت ما سمعتش. الحقيقه انا اشرف البارح كنت حاضر الحمد لله اللي كنت حاضر في المسيره اللي صارت في شارع الحبيب بورقيبه وفي شارع باريس اللي ما فهمتش علاش من هذا مسمي شارع باريس وشارع شارل دو غول وشارع المستعمرين نتاعنا. شارع حبيب بورقيبه كان يلم برشا شباب برشا شباب واعي شباب حاسس على اخواته شباب حس بالقهر والظلم والعطف اللي والعجز خاصة بعد سيرتو بعد اللي صار. هي قلت لك المحرقة والمجازر قاعدين يصيروا عندهم 7 و8 شهور وحتى قبل 7 أكتوبر راه مجازر قاعدة تصير بعد برشا قمع قاعدة يصير وبرشا إجرام وبرشا قتل دونك برشا تضييق. دونك الشباب اللي كان حاضر البارح نحييه من المنبر هذايا نقول له شكرا. أن البارح زاد حسيت بالفخر كي حسيت معناها من شتى الفئات العمرية ومن شتى معناها الانتماءات حتى سياسية وكل شيء ومش في تونس العاصمة كهو في برشا ولايات بالضبط في برشا ولايات كانوا حاضرين. دونك ما نجمو كان نشجعوا ما نجمو كان نزيدوا نحفزوا ونزيدوا نقولوا للمواطنين باش يهبطوا للشارع باش يضغطوا في تونس وفي خارج تونس وفي البلدان المجاورة. والمظاهرات قدمت ديما عندها عند الإشعاع نتاعها وعندها دورها عندها دورها. ما تقولش ما تقولش ما نجم عندي ما نعمل أنا حتى كي نهبط. صحيت عندك وسيلة ضغط أنت كمواطن في عوض تقعد سامحني متشلقح في الصالة وإلا قاعد في القهوة ماكش تعمل في حتى شيء وإلا حتى نقولوا بارتاجيت ستوري ولا بارتاجيت تصوير أي فما أعمل حاجة على أرض الواقع وعلى أرض الميدان وأضغط على الحكومات باش فماشي كما كنا قدوة في 14 جان في 2011 نحاولوا نكونوا قدوة للشباب العربي وللشباب العالمي في 2024 باش نضغطوا يضغطوا الشباب خاصة للدول الفاعلة. تو تونس احنا قدراتنا معناها بسيطة ومتواضعة شوية اما القدرات لكن نخدموا باللي عنا ونحاولوا نكونوا قدوة لشباب البلدان العربية المجاورة وخاصة المجاورة للغزة والفلسطين. واضح به. محمد علي احنا مازلنا باش نتواصلوا معاك في الحديث على القضية الفلسطينية في كتي احداث واخبار وتصريحات. احنا توا باش نعملوا توا 8:06 موعد الاخبار وراجعين لكمال فقرتنا فقرة القضية الام.